عن الجزائر. فيديل كاسترو، الفرنسيون حمقى لأنهم احتلوا شعبا لا يمل ولا يضعف. صدام حسين رحمه الله، في كل نقطة دم جزائرية يولد مجاهد. ياسر عرفات رحمه الله للفلسطينيين مخاطبا، لو ضاقت بكم الدنيا ولم تجدوا مفرا فعليكم بالجزائر فإن بها رجال. الملك عبد العزيز رحمه الله، الجزائر لا تحتاج إلى رجال، فرجالها أهل ثبات. هنري كيسينجر، لا يوجد ولم يوجد شعب أعند من شعب الجزائر. نزار قباني رحمه الله، لا يمكن أن يكشف وجه الثورة الجزائرية إلا من رأى إنسانا جزائريا، ولا يمكن أن يعرف طبيعة الثورة إلا من تكلم أو دخل حوارا مع جزائري أو جزائرية. إن عجب